بس ابغى اقول على شغله مهمه. احنا من كم يوم في البرنامج حكينا عن موضوع البار، ويبدو ان الموضوع ترك ردود فعل كبيره في كل مكان، لانه من بعدها صار في حديث مكثف عن البار في اكثر من 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 جهه، سواء في وسائل التواصل الاجتماعي او حتى وسائل الاعلام. والحقيقه انه البار هو موجود لحل مشكله، ما هو مفترض انه يكون مشكلة. والفار سهلة سالفته، يعني أنا أتوقع أنه المفروض اتحاد القدم ورئيس لجنة الحكام، وهو حكم أجنبي يعني عنده تجربة ومعرفة، مع الشركة الناقلة يجلسون في طاولة أصغر من ذي، يعني طاولة احنا كبيرة مرة، طاولة صغيرة كده، يقعدون مع بعض ويشوفون وين المشكلة فيها التقنية. هل المشكلة في الشركة الناقلة؟ هل المشكلة في لجنة الحكام؟ هل المشكلة في الحكام نفسهم اللي قاعدين على الفار؟ لأنه إحنا سألنا المرة اللي راحت سؤال مهم، على قولتهم هذا سؤال المليون، هل الحكم اللي في غرفة الفار ما يعرض عليه إلا 3-4 لقطات وبالتالي هو مغلوب على أمره؟ يعني يعرض للحكم اللي جاي لي يقول للحكم على الساحة والله هذا اللي عندي، شف أنت واختار، ولا هو تجي له 20 لقطة ويختار منها 3 وبعضها تكون كذا عميانة شوي، وبعد دقيقتين تطلع لقطة ثانية. لأنه في معلومة كمان وصلتني أنا هاليومين، يقولون اتحاد القدم يحدد كاميرات معينة. كيف يعني يحدد كاميرات معينة؟ يقول هذه بس للفار، الملعب فيه 18 22 24 كاميرا كلها لك ذي، ليش تحدد 5-6 كاميرات؟ ممكن كاميرات إضافية يعني، ممكن كاميرات إضافية على الإخراج. الرئيس لجنة الحكام تكلم وقال إنه أنا ما عندي كاميراتي الخاصة، صح ولا لا؟ ذكروني ترى أنا أخاف ذاكرتي تكون مثقوبة ولا شيء. قال ما عندي كاميراتنا الخاصة، إحنا نعتمد على كاميرات الناقل. كاميرات الناقل ما بين 15 إلى 22 أو 18 أو خلنا نقول 15 كاميرا. مو معقول أنت هتحدد بس 4-5 كاميرات للفار، لانه الناقل المفروض انه في خدمتك انت، يعني كل الكاميرات اللي في الملعب كلها فار، اطلب منها اللي تبيه.